ايوه جايه يا اللي على البق، ما قلنا جايه. حاضر. دي شقه الحاجه ناهد؟ ايوه انا. هو حضرتك كنت اتصلت بينا عشان في فرم ضايقك يعني ولا مؤاخذه؟ حصل يا ابني، اتفضل. اني عرض القط من الشركه السويسريه لاباده الحشرات ومكافحه الفئران والقوارض والتماسيح سويسرول. جيت في وقتك يا ابني، ده في فار هنا مخوفني ومش راضين نهوب ناحيته. الحقنا بس خلي بالك لحسن يطلع علينا هنا. يا حاجه ما تخافيش، ده فار يعني حاجه بسيطه. يا سلام، بس هو فاق في المطبخ هنا، والباب اهو زي ما انت شايف مقفول على حطه ايدك، مش عارفين حتى نهوب ناحيته. بسيطه يا حاجه بسيطه، يا الامهات. شوف يا حاجه، ده سبراي بنستورده مخصوص من سويسرا. في ماده بتجيب للفار فقدان في الوعي وبتخدره على طول. هو يعني مش مضر خالص بالانسان، عارفك يعني هتسال السؤال ده. بصي اهو، هو بس مشكلته انه بيضحك شويه يعني. واضح ان المايك وقع يعني. يا حاجه مش مشكله. ف يعني بعد بقى ما بنخدره بالبتاع ده بنقوم صيدله بالمصاصه اللي هناك ده. يعني هتعرف تخلصنا منه؟ هعرف اخلصكم منه. بص يا حاجه، في حاجتين ما بيعصلكوش خالص على عوض القط. الفيران والنسوان. لا انت فهمتني غلط خالص، عن اذنك. اتفضل. ربنا معاك. ايوه يلا يلا. اي لا لا لا، ماشي 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 ماشي. لا 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 لا. ايه اللي حصل يا ابني؟ اللي حصل شيء فظيع يا حاج. واضح انه الفار صعب شويه، بس ما تقلقيش كله محلول مع عوض القط. بص يا حاج، ده جهاز بيشتغل بالموجات فوق الصوتيه. بيطلع بزبزات بيسمعها الفار. ماشي. بيجي له صرع ونزيف في المخ في نفس ذات الوقت. حتى اسمعي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انا عموما ما حبيتش استعمل معاه اسلوب مؤلم قوي زي ده عشان يعني بيصعبه عليا، بس اعمل ايه؟ هو اللي اضطرني لذلك. حاسس ما من قدامي. خش عليه. حرام عليك حرام عليك حرام. لا 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 لا، اوعى من قدام يا حاجة. هتعمل ايه؟ لا السم نافع ولا البزبزات نافعة، هضطر الجا للغلط. لا سلاح، لا يا ابني خلي بالك السلاح يطول. كبرت يا حاجة نهد ومش هتتلم خلاص. جاي لك يا ذكر. اي لا لا. ربنا يوريك وربنا يوريك يا ستي. فين مطوتك؟ ثبتني جوه. لا وربنا ناخد بطاري، مش هسيبه مش هسيبه. الو، ايوه عربي، انا بتضرب يا عربي. ايوه بتضرب. هات السلاح والرجاله على العوام. ايوه. وريني، ده انت وشك غرقان دم. اتفتحت؟ فتحت ايه ده، ولا 25 غرزه. يا عيني عليك يا عوض، يا عيني عليك. فتح الجامعة يا حاجة. مين اللي عورك يا عوض؟ ده دفنته للقد يا عوض. فار في المطبخ. مين اللي عورك يا عوض؟ جبت المقروطة؟ عيب عليك. يلا بينا يا رجالة. يلا بينا. ادعينا يا حاجة. ربنا معاكوا يا ابني. يا مطبخ ما فيهوش راكب. جرايا كوارد يا ولود. شكوا هنا، شكوا شكوا. دخل في البطلات، دخل في البطلات. لا مش حركات رجالة دي، مش حركات رجالة. علي عليه، علي عليه من هنا اهو، علي عليه. مش
عايز اموت عربي، مش عايز اموت عربي. ادعيلنا يا حاج رحيل مستشفى الجيال على اول الشارع. بس مش عربي، بس مش عربي، بس مش عربي. سيبه، بس مش عربي. طب وانت يا حاجه ما جربتيش تتكلمي معاه بالذوق؟ يا ابني اتكلم معاه ازاي؟ ده فار. اه صحيح، ده فار. على فكره بقى يا حاجه، انا شايف ان انتوا تتصلحوا على بعض. عمر العنف ما كان هو الحل الوحيد. ازاي يعني؟ ما تقلقيش يا حاجه، كله محلول مع عوض القط. انا جاي لك وشايل كفني. ها لله هيمشي. الحمد لله. بس هياخد 5000 جنيه وكيلو جبنه رومي او الكل الشهر.